شعري وسط، عيوني ناعمة مهضومة، بدي عرس هيك يكون، بدي أقول يا ريتني أخذتها من زمان. لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب. وضعك الاجتماعي شو؟ عدم، عزبة وقاعدة بالبيت. مصرة ما نقول طيب. بالسبعين أبواب السبعين أبواب السبعين أبواب السبعين بدي أتجوز رجال يصرف علي، يهتم فيه يهتم فيني. الأولوية لشو اليوم؟ الحب أكيد. الحب؟ الاقتناع. يعني هلأ أنت امرأة بدك توقعي بالغرام؟ ما حبيته ما بياخده ما بتقبله. عن أي رجل وأي مواصفات رجل عم بتفتش عليها؟ حلو، مهضوم، وضعه المادي منيح منيح منيح، تكفي حياتي أنا وياه، أنا بعيش بحياة مبسوطة وأنا بدي أبسطه ويكون غني غني غني. أولوية يكون غني أو أولوية إنك أنت؟ بدي سافر، بدي أجي، بدي أعيش، بحب الحياة أنا. بس بكورونا ما في سفر. بكورونا ما حد الله عطول. كيف بدك شكله لهذا الرجل؟ أنا أجملاً بحب الطلة. إيه؟ ما بقول الطلة البهية، بحب الطلة، بس شوف الواحد بقول أنا اسم الله حلو. مثل مين يعني؟ مثل أي شخصية شهيرة مثلاً؟ كاظم الساهر. مين كمان؟ تعجبني شخصية إلي أبو صعب، الياس أبو صعب، عفواً، الأستاذ نبيه مري مهضوم. إيه مهضوم بالمجلس، إيه بحب هضامته. الشيخ سعد بحب وقفته. والله. يعني من كل رجل بتحبي شيء؟ إيه، بس اللي بدي أخده كل المواصفات هو اللي تكون فيه، يعني هو ماشي الأرض تحكي تحت منه. يعني اليوم عم بتفتش أنت على زواج دائم وزواج طويل المدى؟ كل شيء له شرطه. إذا اليوم أنت اليوم قلت لي اليوم عم بتفتش أنت عن عريس. صح. المرأة بهالعمر بعد في عندها حاجة إنه تحب إنه تنحب؟ لكن اللي بدي أخده الله يحطني على الكنباية يعطيني معاش. بس في ناس بيقولوا يمكن المرأة أو الرجل حتى بعد عمر معين بتخف هذه الرغبة الجنسية. ما في مشكل، لا أكيد لا. في رجلين بدون يتزوجوا امرأة سبعينية. ايه. في رجل لبناني وفي رجل مصري. لا لبناني غني. شوفي شو مصرياته بجيبته. شوفي يلا تكون ست بيت. ما عندي مشكلة بالحلا ولا عندي مشكلة بالجمال، الجمال ما عندي مشكلة أي فيه أبدا أبدا، بس إنه تكون الإنسانة حبها وتحبني يعني ونكمل هالعمر. لا ما بدي هيك. ليش لا؟ لا بدي أحلى شاب. بدي أحلى، بعدين بدي إياها ست بيت، أنا ما ست بيت. صدقا ماني طباخة. إيه لا ما بقى أنا بنايمة وعجبني واللبنة، إذا أخذت واحد بدي أنا كان سمسح. بدك مساعد يعني؟ أكيد بيه. لا إيه ست بيت لا. لكن هيدا لا هلا بكني سمسح ما عندي مشكل، أنا ماني ست بيت نهائيا. طيب لنشوف العريس الثاني يلي بعت أيضا فيديو أيضا عم بده يتزوج. أنا اسمي خالد الصعيدي، شهير بخالد الصعيدي. لا أعوذ بالله. ليه؟ كل العالم خير وبركة بس مصري ما بيخد، بدي يخدني على مصر. هلا قلتي قبل شوي إنه أي شنسية عربية خليجي المرأة بتغار لما يكون في زوجة تانية، لما بتكون صبية، لما بتكون قدي ما بهمها، بهمها تعيش. يعني ما بدك حب، بدك مصاري. بلا الحب خليك تحب، المصاري بخليك. في اتصال عريس. شو أسامة؟ كيفك يا أسامة؟ والله الحمد لله، الله يسعدك يا أخي مالك. الله يخليك. العروس فاطمة موجودة. انت مواصفات العروس قد ايه بدك اياها عمرها؟ ممكن عادي لو 50 40 60 ما في مشكله، بس يعني في بالعمر هذا بس اني لا زالت شباب. فاطمه عندها اسئله لك، تفضلي فاطمه. قد ايه عمرك؟ عمري 26 وهلا بدخل 27. مزوج عندك عائله؟ ها؟ مزوج عندك عائله؟ لا ما عندي. ما مزوج؟ لا. شو بتشتغل؟ والله انا اشتغل مطعم. ما ايش؟ نعم؟ مطعم. مطعم؟ ايه. عندك مطعم؟ لا ما عندي مطعم، انا اشتغل مطعم. بتشتغل مطعم، اوكي. عند اهله عماله. رمز بده. ممكن تتعرفوا اكثر او لا؟ رمز بده. لا. سيدة بعمرك اليوم ست فاطمة، كيف تغري رجل؟ كيف بتحاولي تلفتي نظر رجل أو تجذبي رجل؟ شعري وسط، عيوني ناعمة مهضومة، بدي عرس هيك يكون، بدي أقول يا ريتني أخذتها من زمان. حطيت أنا على أبليكيشن هون المواصفات اللي عم بتقوليها، في رجل عمره 54 سنة، نطلبه؟ أوكي يلا. من وين؟ هلا بنسأله.
من العراق. غني؟ ايه غني. مرحبا. مرحبا، اهلا. مرحبا، اهلا، كيفك؟ اهلا اهلا، تفضل. حيدر. حيدر. اهلا اهلا حيدر، كيفك؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ الحمد لله، كيفك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. شخبارك؟ الحمد لله ان شاء الله. متزوج؟ متزوج؟ لا ابدا. لا متزوج وتارك. بدك تتزوج؟ طارق سابقا. مطلق. مطلق. يعني بدك تتزوج؟ طالب زواج؟ نعم نعم. نعم. اوكي. شو مواصفاتك؟ ما عم بتشوفيه. هو بانه. نعم. اهم شيء مؤدبة، خلوقة، متعلمة. نعم. غني؟ اسأله. شو بتشتغل؟ بوليس. اوكي. نعم. اوكي، اهلا حبيبي، اهلا. لا. اهلا بيك على راسي. اهلا. لا. اهلا وسهلا. لا اسنان ولا. اهلا. ما عم يسمع. كويت. كويتي؟ اوكي. الو. انا فاطمة. اهلا. فاطمة. شلونك؟ الحمد لله. مين معي؟ نعم. نعم. انت زين؟ زين. انت زين ولا فيفا؟ انا مو زين ولا فيفا. انت زين ولا يا هلا؟ انا ولا مسكين، انا غلبان، انا هندي. هندي. من هيدا؟ هندي؟ هذا بيشتغل بالكويت لكن. العراقي. ليش الشاب من العراق قلت لا؟ لا ما بدي، اسنانه ما حلوين. والله. انت مش على السنين لما قالك بيشتغل بوليس. لا بوليس وسنانه ما حلوين، ما في، انا بدي كله يعني كله على بعض يكون طلبي، مش ما طلبي. ممكن يكون زواج ناجح اذا بنسال فقط يعني على بعض القشور بالزواج، او هي علاقه تفوق موضوع المواصفات الشكليه واذا واحد معه مصاري. يعني في مصاري بيلبس منيح، ما في مصاري ما بيلبس، ولما بيلبس يعني بيكون ملفت. سيدي على ابواب السبعين لما بتحط المال شرط، شو بتكون عم بتقله لهذا الرجل؟ مش بدها تكفي حياتها هي وياه. ليش بده يقبل؟ ما عم بضرب على ايده، بيقبل بيقبل، ما بيقبل يعني ما يقبل، بغيره احلى منه. في كثير بيكونوا بدهم يتجوزوا بس ما عندهم الجرأة انه يجوا، وبكونوا بدهم يتجوزوا لحتى انه سنة الحياة.